بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي أن أختلف في قراءة العنوان وفي قراءة الشعار. لا أختلف على الشعار ولكن أختلف على قراءة الشعار. فالقراءة التي أسمعها أننا أمام صفقة القرن التي تريد صف القضية الفلسطينية، هذا حق. لكن صفقة القرن الحقيقية هي التي تريد أن تصفي الأمة العربية بما فيها القضية الفلسطينية. والذي يريد أن يقرأ الأحداث يقرأها كما سطرها التاريخ القريب والبعيد. استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تصفي الاتحاد السوفيتي ومعسكر الشرق. استطاعت أن تصفي الاتحاد السوفيتي بمجموعة من الصفقات والشعارات والعناوين. صفقة القرن هي الصفقة التي تريد أن تصفي الوجود العربي في المنطقة. يظنون أن تصفية القضية الفلسطينية أولا هي مفتاح التصفية النهائية لكل ما يجري في مصلحة الناس، والذي لا يربط ما يجري في المنطقة العربية وفي الوطن العربي منذ سنوات غير بعيدة مخطئ في حساباته. ما جرى في العراق جزء من صفقة القرن. ما جرى في العراق ومن العراق وعلى العراق في أزمتها الأولى وأزمتها الأخيرة مع الكويت هو جزء من صفقة القرن، جزء من تصفية هذه القوة وهذا المركز الحساس والحيوي. جبهة بالكامل تم تصفيتها لحساب إسرائيل، تم تصفيتها تماما لحساب إسرائيل. العراق الآن في مشهد الدفاع عن النفس في إطار أن هناك سيناريو لثلاث دول في العراق، دولة كردية، دولة سنية، دولة شيعية. من لا يقرأ هذا الأمر جيدا مخطئ في حسابه. الأمر الآخر المقترن بهذه الصفقة الخليج، ومال الخليج وأموال الخليج واقتصاد الخليج. الخليج الذي كان متوجها نحو البناء الاقتصادي العربي اصبح الان متوجها للدفاع عن نفسه، اصبح يستشعر الخطر من جيرانه العرب ومن اشقائه العرب، فبدا ينفق الاموال لصالح الدفاع عن نفسه وهو في ذلك قد يكون معذورا. نجح الاستعمار في ان تعيش المنطقه في الخليج على صفيح ساخن. نتيجته ان كل يوم ملايين الدولارات تدخل الخزائن الامريكيه. كل يوم في ازمه وفي مشكله. ايران هتعمل، ايران ما عملتش، باخره راحت، باخره جت، بارجه راحت، الجيش السادس راح. عايزين حمايه، عايزين قواعد، عايزين دعم، عايزين فلوس. تريليون دولار تقريبا. وبعدين تريليون دولار دفعهم الخليج، دفعتهم دوله او اثنين في الخليج علشان يسكتوا امريكا وعلشان يحتموا امريكا. تريليون دول المبلغ ده كان يكفي لسداد كل مديونات الأمة العربية، وكان يكفي فوق ذلك لتنمية عربية غير مسبوقة. هذه أول صفقة. الصفقة الثانية سوريا الآن في معركة مستمرة
تحت شعارات ديمقراطيه براقه، في معارضه وفي ظلم وفي حكومه وفي مقاومه. وبعدين فجاه نكتشف ان المعارضه دي معاها دبابات ومعاها غواصات ومعاها مدافع ومعاها طيران. منين جت هذه الاسلحه؟ علشان يبقى في دوله داخل الدوله ودوله تقاوم الدوله وعدوان داخل الدوله من اجل ان تنصرف سوريا تماما عن مواجهه اسرائيل، وان تبتعد عن مشهد المواجهه والمقاومه، وتتكب على ما يجري فيها من مصائب. واصبحت الان في سوريا في امريكان، في روس، في ايران، في اتراك، وفي غير ذلك ممن لا يرتدون الاثره الجنسيه ولا لون ولا طعم ولا رائحه. ليه هذه الصفقه؟ ليه؟ علشان الامه العربيه بتنتفخ. كل دي مشاهد. المشهد الاخر ما يجري في ليبيا. ليبيا الان بلا ملامح، بلا جيش حقيقي يسميه الشعب الليبي، ولا قياده واحده يسميها الشعب الليبي. وبترول ليبيا الان ليس بصالح ليبيا، كما هو بترول العراق ليس بصالح العراق، كما هو بترول الخليج ليس بصالح الخليج. ضاع ايضا البترول، وضاعت ايضا الجبهه الغربيه اللي المفروض بتدعم وجودنا وتنميتنا في المنطقه العربيه. ما يجري الان من مشاهد، ما يجري ما كان يجري في مصر من اجل ابعادها ومن اجل اشغالها ومن اجل تفويضها، ايضا كان لصالح اسرائيل ولصالح الهيمنه الامريكيه في المنطقه. اضعفنا بدعم قوى سياسيه لا تنتمي للشعب المصري، رفضها الشعب المصري. ومع ذلك نحن الان في حاله حراك، وفي حاله مقاومه، وفي حاله دفاع عن نفس مصر. في كل مكان، حتى في سيناء الان من يقرا الاحداث يعرف ان هناك من يدفع مصر لكي تكون في حرب جانبي تنصرف عن القضيه الاصليه. لذلك اقول لحضراتكم ان الموضوع مش بس في فلسطين. ما يجري في اليمن صفقة رديئة تقسم اليمن مش لدولتين، مش جنوب وشمال، ثلاثة في اليمن لصالح مين؟ لصالح إسرائيل. إذن ليست صفقة القرن هو تصفية القضية الفلسطينية، وإنما صفقة القرن هو تصفية الوطن العربي كله. ولذلك نحن بنقاوم صفقة القرن، بندافع عن الأمة العربية كلها. والذي يتحدث عن دولتين في فلسطين آسف من قلبه وعقله وجدانه. الذي يتحدث عن قدس شرقية وقدس غربية لفلسطين ولإسرائيل المزعومة، آسف من قلبه من يريد أن أو يؤمن أو يعتقد أن هناك سلام حقيقي مع هذا الكيان، آسف من قلبه. لا بقاء للأمة العربية ببقاء إسرائيل، لا بقاء للأمة العربية ببقاء إسرائيل. من لا يوجد هذه الحقيقة يريد أن يخدعنا. لذلك نحن نقول أن مقاومتنا لصفقة القرن مقاومة متصلة ومتواصلة وغير متقطعة. سوف يستمر الاتحاد الوطني العربي في هذه المقاومة حتى لا بقي أحد. يقول أن فلسطين عربية، يقول أن فلسطين من النهر إلى البحر، يقول أن القدس كل القدس عاصمة لفلسطين، يقول أن أعداء الأمة العربية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ومن يعاونهم. هذه هي عقيدتنا. من لا يؤمن بهذا، من لا يؤمن بهذا ليس منا، وليس من اتحاد المحامين العرب، وليس محاميا وليس اوروبيا. هذه هي العقيده التي امنا بها. بقيت رساله تحيه للشعب الجزائري والشعب السوداني اللي استطاع او في طريقهم الى استلام العصمه، عصمه الحكم وعصمه الاداره وعصمه السيطره
على اراضيهم وعلى شعوبهم. باسم اتحاد المحامين العرب، باسم حضراتكم، نحيي الشعب السوداني على ما وصل اليه من الاسلام، ونحيي الشعب الجزائري على نفسه الطويل المقاومه والاصرار على الديمقراطيه وعلى الدفاع عن حقوق الانسان. عاش اتحاد المحامين العرب امتي، وعشتم اتحاد المحامين العرب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.